السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بدرس الاحتراق وأخطاره. دائما مرجع التجديد في النشاط العلمي الخاص بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذن أهداف هذا الدرس هو أن نتعرف البعض نواتج عملية الاحتراق، وأن نحدد المخاطر المرتبطة بالاحتراق في بيئة مغلقة. إذن لنبدأ مع فقرة ألاحظ وأتساءل. أثار انتباه ريانا سلوك أبيه بفتح نوافذ المنزل أثناء كل استعمال للمسخن المائي للاستحمام، أو فحم الخشب قصد التدفئة، أو الاستعانة بالشمع من أجل الإضاءة خلال انقطاع الكهرباء. يعني هذا السلوك المرافق لجميع هذه العمليات، يعني أثناء كل استعمال للمسخن، فحم الخشب قصد التدفئة، احتراق الخشب، الاستعانة بالشمع يعني احتراق الشمع. يعني بعد كل استعمال هذه الأشياء يقوم أب ريان بفتح نوافذ المنزل. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما سبب فتح النافذة أو النوافذ من طرف أب ريان؟ إذن هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. بالنسبة للفرضيات يمكن تفسير ذلك لتهوية المنزل مثلا، أو بغرض آخر، لغرض آخر سنكتشفه خلال أنشطة هذا الدرس. نمر الآن إلى النشاط الأول. إذن النشاط الأول، عنوان النشاط الأول هو بعض نواتج الاحتراق. أقرب صحنا من لهب شمعة وألاحظ. لاحظوا معي، عندما قمنا بتقريب الصحن من لهب الشمعة، إذا لاحظوا معي تكون هباب الفحم على مستوى الصحن. إذا هذه المنطقة السوداء يعني تسمى هباب الفحم. التجربة الموالية، أنكس كأسا فوق الشمعة وألاحظ. إذا نقوم بنكس كأس فوق الشمعة، إذا ماذا نلاحظ؟ انطفاء الشمعة وكذلك تكون هذا الهباب، هباب الفحم على مستوى أو في قعر الكأس. التجربة الموالية، أضيف كمية من ماء الجير داخل الكأس وألاحظ. الوثيقة 4، لاحظوا معي ما وقع للماء بعد إضافة ماء الجير ووضع ماء الجير داخل الكأس. تعكر ماء الجير، إذا الوثيقة تبين تعكر ماء الجير، وذلك ناتج عن انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون، لأنه هو الذي يعكر ماء الجير، ويستعمل ماء الجير للكشف عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. سؤال أول، أسمي الجسم المتكون على الصحن والناتج عن احتراق الشمع. إذن نشاط الأول، السؤال الأول، إذن الجسم الناتج أو الجسم المتكون على الصحن هو، إذن الجسم المتكون على الصحن هو هباب الفحم. السؤال الموالي، السؤال الثاني، أحدد سبب تعكر ماء الجير. إذن السؤال الموالي، تعكر ماء الجير نتيجة انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون متى؟ أثناء احتراق الشمعة. إذن أصدقائي، بالنسبة لهذه التجربة كشفنا عن نواتج الاحتراق. أولا تكون هباب الفحم، ثانيا ماذا؟ انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن من نواتج الاحتراق تكون هباب الفحم وانبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن لنتمم لنتعرف عن باقي النواتج. أقرب يدي من لهب الشمعة وألاحظ. عندما نقوم بتقريب اليد من لهب شمعة ماذا
ماذا نلاحظ؟ إذن أولا سنحس بالحرارة، نعم السؤال الموالي سنحس بالحرارة. إذن بالنسبة للملاحظات سنتمم مع الملاحظات. إذن عند تقريب اليد من الشمعة نحس بالحرارة. إذن من نواتج الاحتراق انتشار الحرارة، إذن نحس بالحرارة. الملاحظة الثانية، أشعل الشمعة في غرفة مظلمة وألاحظ. إذن عندما نقوم بإشعال شمعة في غرفة مظلمة ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ الضوء، وجود الضوء، انتشار الضوء في الغرفة. عند الملاحظة الثانية انتشار الضوء في الغرفة المظلمة بعد إشعال الشمعة. إذن السؤال الثالث، أحدد الناتجين الآخرين عن احتراق الشمعة. إذن الناتجين الآخرين، السؤال الثالث انتشار الحرارة وماذا أيضا؟ والضوء. إذن من نواتج الاحتراق لدينا أربع نواتج، إذن نسطر عليها. إذن هباب الفحم، انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون، انتشار الحرارة، ثم انتشار الضوء. نمر الآن أصدقائي إلى النشاط الثاني. أقرأ النص جيدا. إذن بالنسبة لهذا النشاط سنتعرف من خلاله خطورة الاحتراق. إذن لنقرأ النص. أثناء متابعة روان لإحدى النشرات الإخبارية في ليلة باردة، تأثرت بخبر وفاة أفراد أسرة بكاملها بضواحي مدينة إفران نتيجة استعانتهم بفحم الخشب من أجل التدفئة، بعدما تم إغلاق كل نوافذ البيت مما جعلهم يستنشقون غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام. إذن لنقرأ النص جيدا. إذن بالنسبة لهذا النص والمعلومات التي يمكن أن نستخرجها من هذا النص، بأنه أفراد الأسرة في مدينة إفران يعني مدينة باردة قد قاموا بإغلاق كل نوافذ البيت، يعني ليس هناك أي مدخل للهواء لكي يتجدد هواء البيت، يعني أن احتراق الخشب، إذن فحم الخشب، التدفئة بفحم الخشب، جميع الغازات المنبعثة من هذا الاحتراق ستبقى حبيسة المنزل، حبيسة البيت، لأنه ليست هناك تهوية كافية في البيت لأن جميع النوافذ مغلقة، مما جعل هؤلاء الأسرة أو هذه الأسرة تستنشق هذا الهواء أو هذا الغاز المنبعث وهو غاز أول أكسيد الكربون. أصدقائي، غاز أول أكسيد الكربون هو غاز ينبعث نتيجة الاحتراق الغير الكامل. إذن ماذا يعني الاحتراق الغير كامل؟ يعني أنه لا يوجد أكسجين لكي تستكمل عملية الاحتراق، لأن بطبيعة الحال النوافذ مغلقة، إذن من أين سيأتي هذا الأكسجين؟ إذا الأكسجين الموجود في المنزل سيستهلك أثناء عملية الاحتراق، بعد أن يستهلك ستصبح هذه العملية غير مكتملة، وبالتالي سنبعث هذا الغاز، غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام يتسبب في تسمم الجهاز التنفسي وبالتالي الموت. إذن لنمر إلى الأسئلة الخاصة بهذا النشاط. إذن أصدقائي، السؤال الأول، أعطي اسم الغاز الناتج عن احتراق فحم الخشب. إذن بالنسبة للغاز الناتج حسب النص هو غاز أول أكسيد الكربون. إذن جواب عن السؤال الرابع، إذن الغاز الناتج هو غاز أول أو أحادي، نفس الشيء، أول أكسيد الكربون. السؤال الموالي الخامس، أستخرج من النص خطورة هذا الغاز. إذن هذا الغاز غاز سام، إذن غاز سام. تمثل الوثيقتان السادسة والسابعة بعض الأخطار الناتجة عن بعض الاحتراقات. لاحظوا معي الأخطار، لاحظوا الاختناق، مسخن مائي يشتغل بالغاز كذلك، تسرب الغاز يؤدي إلى الاختناق والتسمم. إذن السؤال السادس، أحدد سبب هذه الأخطار. إذن سبب هذه الأخطار، أولا تسرب
الغازات السامة، الناتجة عن الاحتراقات الغير الكاملة، الاحتراقات الغير الكاملة، ماذا أيضا؟ عدم وجود تهوية كافية بهذه الأمكنة. إذا عدم وجود تهوية كافية، إذا لا توجد تهوية كافية لكي يتجدد الهواء. إذا السؤال السابع، أقترح بعض النصائح لتفادي مثل هذه الأخطار. إذا كنصائح، إذا تهوية المنزل، إذا تهوية المنزل، كذلك تجنب أسباب الحرائق أو الحرائق بصفة عامة، تجنب أسباب الحرائق. إذا كانت هناك حرائق يجب الابتعاد عن أماكن الحرائق، يجب الابتعاد عن الحرائق. أيضا يمكن مثلا يعني بالنسبة للأجهزة التي تشتغل بالغاز، تعويضها بأجهزة إلكترونية. إذا تعويض الأجهزة التي تعمل بالغاز بأجهزة كهربائية. إذن الآن نمر إلى أنشطة أطبق. إذن نشاط الاستثمار الخاص بهذه الحصة. إذن النشاط الأول أو السؤال الأول، شغل أحمد المدفأة الغازية بالغرفة بعدما أغلق منافذها وبعد مدة أيقظته أمه وهو غير قادر على الحركة، فظنت أن مكروها أصاب ابنها فأخذت تفتح النوافذ. أولا أشرح ما قد يكون أصاب أحمد. إذن بالنسبة لأنشطة أطبق، السؤال الأول، إذن أولا بطبيعة الحال بما أنه أشغل أو خد يعني شغل المدفأة الغازية إذن بالغرفة ومنافذ الغرفة مغلقة، إذن فقد تم يعني أصيب بالاختناق نتيجة تسرب أو استنشاق غازات سامة. إذن تعرض أحمد للاختناق نتيجة استنشاق غازات سامة. السؤال الموالي، أقدم لأحمد بعض النصائح. إذا تجنب المدفأة الغازية، إذا من بين النصائح هو تجنب المدفأة الغازية وتعويضها بالإلكترونية أو الكهربائية، بالكهربائية، إذا بمدفأة كهربائية لأن ليس لديها يعني سلبيات، وكذلك تهوية الغرفة. إذا الآن نمر إلى النشاط الخاص باللغة الفرنسية. جابليك. Le fusain est une substance constituée presque entièrement de carbone. On brûle un morceau de fusain dans une chambre fermée. Question numéro 1. Je précise le corps toxique qui est formé lors de la combustion incomplète dans une chambre fermée. إذن ما هو يعني الجسم السام الذي يعني نتيجة هذا الاحتراق الغير الكامل. إذا احتراق غير كامل سينتج عنه أحادي أكسيد الكربون. إذا السؤال الأول، إذا الأكسيد دو كربون، إذا هو الجسم السام الذي سينتج عن هذا الاحتراق الغير كامل، الأكسيد دو كربون.
Je cite quelques propriétés de ce corps toxique. إذن ما هو أو ما هي يعني خصائص هذا المكون السام أو هذا الجسم السام؟ إذن فهو يؤدي إلى الاختناق لاسفيكسي وكذلك التسمم لانتوكسيكاسيون. نمر الآن أصدقائي إلى السؤال الموالي ب. Les dimensions d'une chambre 100 mètres, longueur 4 mètres, largeur est égale 3 mètres et l'auteur 2,5 mètres. يعني لدينا غرفة وهذه أبعادها. إذن بالنسبة للطول 4 أمتار، بالنسبة للعرض 3 أمتار، بالنسبة للارتفاع متران ونصف. Question 3. Je calcule le volume d'air contenu dans cette chambre, puis le volume de dioxygène correspondant. إذن بالنسبة لهذه الغرفة أبعادها، إذن لدينا كما قلت 4 أمتار في الطول، 3 أمتار في العرض، وبالنسبة للارتفاع متران ونصف. إذن سنحسب أولا حجم الغرفة لنعرف حجم الهواء الموجود في هذه الغرفة، ثم سنحدد حجم الأكسجين عندما نعرف بأن نسبة الأكسجين في الهواء هي 21%. إذا لنبدأ مع السؤال الأول. أول شيء سنحسب حجم الغرفة، إذا لو فوليوم دو لا شامبر إذا بالنسبة للحجم يساوي طول في العرض في الارتفاع، إذن يساوي 4 في 3 في 2.5، إذن يساوي 30 متر مربع. إذن السؤال الشق الثاني من السؤال. إذن الآن سنحسب لو فوليوم حجم الأكسجين، لو فوليوم دو ديوكسجين. إذن نعرف بأن 30 متر مكعب حجم الغرفة يساوي 100% حجم الهواء الموجود في هذه الغرفة. نحن نريد أن نعرف حجم الأكسجين. إذن حجم الأكسجين هو المجهول، ونعرف بأن الأكسجين يمثل 21% من نسب أو من حجم الهواء الموجود، يعني أن الأكسجين يمثل نسبة 21% من الهواء. إذا العملية سهلة، إذا حجم الأكسجين يساوي إذا العلاقة الثلاثية 21 في 30، ثم نقسم الكل على 100. إذن دائما نضرب 21 في 30 ونقسم على 100. إذن النتيجة هي 6.93 متر مكعب. إذن يمكنكم أن تنجزوا هذه العملية على الآلة الحاسبة وتتأكدوا بأن 21 في 30 الكل مقسوم على 100 هو 6.93 متر مكعب. إذن نسبة أو حجم الأكسجين في هذه الغرفة هو 6.93 متر مكعب. نمر الآن أصدقائي للسؤال الموالي. Un appareil de chauffage au butan fonctionne correctement. Combustion complète. Consomme 0,8 mètre cube de dioxygène à l'heure. إذن لدينا آلة تسخين. إذن تعتمد على الاحتراق التام. إذن تستهلك 0.8 متر مكعب من الأكسجين في الساعة. À l'heure. في الساعة. إذن سنحسب كم من ساعة. يعني ما combien de temps. Tout le dioxygène de la chambre est-il consommé en considération la combustion complète? إذن في كم من ساعة سنستهلك جميع الهواء، جميع الأكسجين، ليس الهواء بل الأكسجين الموجود في هذه الغرفة دائما في ظل الاحتراق التام.
إذا نحن قمنا بحساب حجم الأكسجين الموجود في هذه الغرفة، هو 6.93. إذا السؤال الرابع، إذا أصدقائي في الساعة، إذا 0.8 ماذا؟ 0.8 متر مكعب من الأكسجين تستهلك في ماذا؟ في ساعة واحدة، إنوخ. إذا نحن سنحسب كم من ساعة سنستهلك هذه آلة التسخين أو هذا جهاز التسخين، كم سيستهلك، كم من ساعة سيستهلك فيها 6.93 متر مكعب من الأكسجين. إذا هذا هو المجهول الذي هو عدد الساعات. إذا x يساوي دائما 1 في 6.93 مقسوم على 0.8، إذا 6.93 مقسوم على 0.8 إذا تساوي، إذا النتيجة هي 8.6 تقريبا. إذا 8 ساعات تقريبا، 8 ساعات ونصف، وسيستهلك وستستهلك هذه هذا الآلة التسخين أو هذا جهاز التسخين سيستهلك جميع الأكسجين الموجود في هذه الغرفة. إذا أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن هذه الأسئلة الخاصة بهذا الدرس، درس الاحتراق وأخطاره. دائما من مرجع التجديد في النشاط العلمي الخاص بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي. موعدنا إن شاء الله تعالى مع الدرس المقبل، دائما نفس المرجع نفس المستوى وعلى نفس القناة. تكونوا في الموعد، إلى اللقاء.